بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كبرات أحواتين أحتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهم بار أستمرنا كتاب التوحيد جميعنا يزلنا نعينا نغطل زلنا ازي توحيد ازي اجدات زكونا ابيوتنا دجا جيبنا ክንከታተሎ ዘለና ኣስተምህሮን ብኡ ሂወትና ክንምራሕን ናይ መጨረሻ ቃልና ድማ ብተውሒድ ክኸውን ብላኢላ ኢለላ ሙሓመድ ረሱሉላህ ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ክንልምኖ ኣለና ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ቅድሚ ብዕታናቶም ረሱል ኮይኖም ከይተለኣኹ ከለዉ እቶም ህዝቢ እንታይ እዮም ነይሮም እንተ ኢልካ መብዛሕትኡ እኳ ድኣ ኩሉ እተዘይበልና ኣብ ሽርኪ ዝወደቀ እዩ ነይሩ ማለት እዩ انتشر بين الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء غير الله نرب ديفكا نخالي متواع نرب قديفك نبكالي موكال نرب ديفكا نخالوت نبربي أبتوحنا مبال بغطة عبادة غير الله نرب ديفكا عبادة نزير بمقبار ويدماني مسربي كالي مشرخ ተወሳኺ ገይሮም ዕባዳታት ዝገብሩሎም በብ ዓይነቱ ነይሩ ማለት እዩ ገሊኦም ንኣውታን ማርሞ ገይሮም ሓወልቲ ገይሮም ዕባዳ ዝገብሩ ነይሮም ገሊኦም ድማኒ ኣብ ገረብ ዕባዳ ዝገብሩ ነይሮም በብ ዓይነቱ ሽርክታት ነይሩ እንታይ እዩ እንተደ ኢልካ ልጀልብነፍዓዊ ደፍዕ ዱር እንተ ደኣ ሓደ ፀገም ኣለዎም ኮይኑ እቲ ፀገም ወሪድዎም ዘሎ ክቕንጠጠሎም ክልዕል እንተ ደኣ ደልዮ ሞ ንዘይረቢ ይልሙኑ ነይሮም ወይ ድማ ሓደ ነገር ዝደልይዎ ዝህንጠይዎ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ጥቕሚ ድማ ንዘይረቢ ይልሙኑ ነይሮም ንምንታይ ደኣ ንዘይረቢ ትልሙኑ ውን ክበሃሉ ከሉ እዚኣቶም ናብ ረቢ ከብፅሑና ምእንቲ ኢና ንልሙኖም እምበር ረቢ ዝህብ ይብሉ ነይሮም ማለት እዮም ነዚ ንኽቃለሱ ድማ ረሱል ለ ላ ለ ወሰለም ተላኢኾም

كابتي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زخل كل واحد تانيرو فناها الناس عن زيارة القبور ابت من النبي عليه الصلاة والسلام كابري كي لهم زيارة نخايد سب كل كيلو هذا في أول الأمر نمن تاي كي لا تكون ذريعة لدعائهم سبات ابت قبر خيدهم جينا إيمان توحيد سلدي ترقزر قحزلو نتوم قدامو طب سر حزنوا بورم نعاتهم وما بتقبر خيدم تباهيلوا النبي عليه الصلاه والسلام زياره كل كيلو مالتيوم فلما خلصت عقائد الناس وتخلصوا من ادران الشرك كل كبتي شرك مسرح حقوق ابدرونا حقوق النبي عليه الصلاه والسلام اذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زياره القبور بقولوا زياره القبور كي النبي عليه الصلاه والسلام اندينا عزيزهم مالتهم زيارة القبور نبقى برخيت كحت بتصح أنت أي وساني وين تحكم على الله أنت رأيلكا زيارة القبور بقصد الاعتبار نت يعني عبرة نخت وسد كتستنتن مسخاز نورو كميلهم تفليهم كندي عمتات كون الله بأبا حمد اه اه تقبيرهم زلوا نزي كتستبهلن آخيرا سرحت نخسرح مزخاخر خونك عبرايل كان تدا تخيد كوينكا كموين دعاق تقبر اللو ميلكا تخيد ان تدا خوينكا كابتي مستحب زخون فتو تقباريو ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنا كل كلكم نرئي نقبري نخد كودو زيارة خد قبرو فزوروها فإنها تذكر الآخرة بل زيارة القبور قبوريهم مخنياتو تذكر الآخرة إن آخرة تذكركم سلزقونة زئلهم زي, زي أب حديث الرواية الترمذي وبل رواية مسلم زركب حديث مالتي وكذا فإنه عليه الصلاة والسلام زار مقابر موت المسلمين بعلو من النبي عليه الصلاة والسلام نبتي مقابر ني اسلام زنبورو أبقع كيدوم دعاء لهم مالتيوم ዝያረት ቁቡር ክትከይድን ከለካ ካብቲ ቀብሪ በረካ ክትረክብ እስኻ ክትጥቀም ኢልካ እተ ትከይድ ኮይንካ ግን ንበረካ ኢልካ ኮይንካ እዚ እቲ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ደኣኒ ዕብራ ክትወስድ ከምኡ ድማ ነቶም ሞይቶም ደለው ድዓ ክትገብረሎም ንረቢ ክትልምነሎም ኣቕፊር ክትብል እንተ ኮይንካ እዚ እዩትድፍቀድ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ንክገብራ ዝብል طبعا اختلف اهل العلم تم علماء هو يفقدو زبللو اي فقدني زبللو تم دبو حدماني دك خدا كخدا يبلنن يبلو مخنياتو احاديث قالو ناي رسول صلى الله عليه وسلم كمتي اب روايه الترمذي دلو مالتيو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور زيارة نب قبري زقبرا النبي عليه الصلاة والسلام لعنو من زبل زوارات تخل كل كل مخانو لعنة خمزلو النبي عليه الصلاة والسلام حديثا لنا خبر رسول صلى الله عليه وسلم بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتباع الجنازة للنساء دك نستيو جنازة دك جنازة نخدا كل النبي عليه الصلاة والسلام اه، زيارة القبور انتيتي كابوزي دلي انت اللي انتا دا ترقق القلب لبخا يلس لسالكا مخنياتو ابو الدنيا ترح زينا بركا ابو قبر مسكتكا انتا زموت بازل اللي كا، نموت كذكر اه، عين خا خيد تدمع العين عينوين يبكي وتذكر الاخرة كومون اخيرة. اخيرا يزخخرة كمالتي إذا كل زي ده حزي دك نستيو دخمة دخمت سلزلون موت كريان كلوا ويز موت كريان كلوا سبر سلزيبلن بزي تخل كيلو يبلو علماء مالتيو إذن زيارة القبور نخل تنقر تفقيدو مالتيو التذكر والاعتبار بحال الموتى نزموتو رزكيركا ويدماني نتوم ويتوم زلو ريخا عبران خط سد كومو دماني السلام على الموتى والاستغفار لهم والدعاء لهم استغفار كتقبر لهم دعاء قبر لهم نزي انين تفقيدا اتي زيارة القبور مالتي هذا الزيارة المشروع نزي إل كان تدأخيد كان هاب كبري مشروع و دعاء وين النبي عليه الصلاة والسلام أب كبر خود السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحق زبل كم تأب رواية مسلم زلو إزي عينة زي دعائي قبر نيرم النبي عليه الصلاة والسلام انت زي مشروع هون كله قل حجي أب أب أسلام زرك كب كي قاتتون زيارة القبور ما يفعله بعد الناس قل ሰባት ዝገብሮ ሚን ዱዓ ኣንፉስህም ኣብቲ ቀብሪ ከይዶካ ንነፍሶም ዱዓ ይገብሩ ማለት እዮም ላ ኣብ ቀብሪ ከይድካ ነቲ ምውት ኢኻ ዱዓ ትገብረሉ ማለት እዩ ገለ ድማኒ ኣብኡ ከይዱ ቁርኣን ይቀርእ ወይ እውን ይሰግድ ማለት እዩ ቦታ ናይ መቃብር ናይ ዱዓ ዳ እንበሪ ኣብኡ ከይድካ ቁርኣን ክትቀርእ ከምኡ ድማ ኣብኡ ሰላት ክትሰግድ ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ በል ካብዚ ሓሊፉ እቲ ዝኸፍአ ነገር ድማኒ ካብቶም ቀብሪ تقبيرهم زلو كابعتهم بركان خترقب ويدماني خمس قبورو لنا إلكا نعوهم كتلمن إزي دماني إتي أكبر إتي زعابي محرم تزعابي ناب زود تقبار دماني إزي إمالاتيو سلازي زيارة القبور نختقبر كتقبر كاللخا نعوهم دعا تقبر اللهم نتوم ويتم دلو نربي سكاب ربي استقفار كتحت اللهم كومو دماني نسخ عبران خطوة سدي مالاتيو ከምኡ ውን ምዚ ናይ ዝያረት ቅቡር ዑለማ እንታይ ይዝክሩ ሸዱ ሪሓል ዝያረት ቅቡር ገይሽካ ኸኒ ዝያረት ቅቡር ክትገብር ይፍቀዶ ላ የጁዙ ሸርዓን ሸዱ ሪሓሊ ወሰፈር ሊኣጅሪ ዝያረት ቅቡር ማህመካነት ካነት ድኾነ ይኹን ወይ ዝበፅሐ ይብፃሕ ደረጅኡ ንዝሞተ ንዕኡ ዝያራ ክገብረሉ ኢልካ ክትገይሽ ንመቃብር ኣይፍቀድን እዩ እንታይ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ከይድካ ኢኻ ዝያራ ድኣ ትገብር እምበር ጌሽካ ኣብኡ ንክትከይድ ኣይፍቀድን እዩ ንምንታይ እንተ ተባሂሉ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም እንታይ ይብሉ ብሓዲስ ኣለዚ ረዋሁ ልቡኻሪ ወሙስሊም ላ ተሸዱ ሪሓል ኢላ ኢላ ሰላተቲ መሳጅድ ዕባዳ ኢልካ ንዕባዳ ክትገብር ኢልካ ካብ ረቢ ኣጅሪ ክረክብ ኢልካ መገሻ ኣይግየሽን እዩ ኢላ ንሰለስተ ነገራት ተዘይኮይኑ ኢሎም ኣልመስጅድ ልሓራም ንመካ ንክትከይድ ክትገይሽ ስንቅኻ ዳሊኻ ንክትበፅሕ እዚ እቲ ድፍቀድ ሓደ ማለት እዩ ሓደ ንመካ ንክትከይድ ኢልካ ንመካ ንክትበፅሕ ኢልካ ክትገይሽ ንዒባዳ ኩሉ ድታጓዓዝካ ኣጅር ኣለካ ማለት እዩ ካልኣይ መስጅድ ረሱል ለ ላሁ ለ ወሰለም መስጅድ ልመዲና ነቦውያ እቲ መስጊድ ኣብ መዲና ዘሎ ናብኡ ኣብቲ መስጊድ ከይደ ክሰግድ ኢልካ ውን ክትገይሽ ድማ እዚ ይፍቀድ እዩ ወመስጅድ ኣቕሳ ድማ ንክትከይድ ድማ እዚ ይፍቀድ ነዚ ሰለስተ ዚ ቦታ ጥራሕ እዩ ዝፍቀድ ኢሎም ላ ሸዱ ሪሓል ኢላ ኢሎም ኢላ ሰላተቲ መሳጅድ ነዘን ሰለስተ ተዘይኮይኑ ንመገሻ መገሻኻ ዳሊኻ ንዕባዳ ኢልካ ትኸዶ የብልካን ማለት እዩ እዘን ሰለስተ ጥራሕና እስልምና ዝፍቀዳ ማለት እዩ ዒባዳ ኣለዎ ኢልካ ትገሾ የብልናን ማለት እዩ እዎ ዝያረት ልኣህል ኣብ ካሊእ ዓዲ ዘለው ገይሹ ደሎ ሓዊኻ ገይሹ ደሎ ኣቦኻ ናብ ስድራኻ ክትገይሽ እዚ ካሊእ ሕኩም ማለት እዩ እዚ እቲ ፍቱው ዝኾነ ስለ ራሒም ዘለዎ እዩ ላኪን ንዝኾነ ይኹን ቦታ ነቲ ቦታ ኣብቲ ቦታ ከይደ ዒባዳ ክገብር ኢልካ ትገሾ ግን ብጀካዘን ሰለስተ እዚኣተን ካሊእ የብልናን ማለት እዩ ካብቲ ናይ ዝያረት ቡር ወይ ድማ ምስቲ ናይ ኣሕካም ቡር ዑለማ እንታይ ይዝክሩ ረፍዕ ቡር ወተጅሲሱሃ መቃብር ምስ ተቀበረ ኣብኡ ኣብቲ ልዕሊ መቃብር ድኾነ ነገር ክትሃንፅ ከምዚ ቁባ ነገር ክትገብረሉ ወይ ድማ ንዓብይ ነገር ከም መንጉዳ ናይ ግመል ጌርካ ከተውፅኦ ግጅፍ ጌርካ ክትሰርሖ ነቲ ቀብሪ ወይ ድማ ንቦያ ክትለኽዮ እዚ ኣይፍቀድን ማለት እዩ እዚ ካብቲ النبي عليه الصلاة والسلام زخل كل ويمالتي ولذلك حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم انتهي من النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مما صنعوا النبي صلى الله عليه وسلم ابتي جيزي موتهم كقربون كله إبلا ستنا عائشة የሁድን ነሳራን ረቢ ይልዓኖም ኢሎም ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ከቢድ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ላዕና ውዲቕዎም ዘሎ እንታይ ስለ ዝገበሩ እተኸዙ ቅቡር ኣንብያይ መሳጅድ ነቲ መቃብር ናይ ነቢያት ከም መስጊድ ገይሮሞ ይብሉ መቃብር ኣብኡ ኸድካ ወይ ድማ ነቲ መቃብር ከም መስጊድ ክትገብሮ እሞ ድማ ናይ ኣንብያ ኢሎም ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ልዒኖሞም ዓይሻ እንታይ ይብላ ዩሓዚሩ ምማ ሰነዑ ነዚ ተግባር እዚ ድሰርሕዎ ከምኡ ንኸይስራሕ ኣብ እመት መሓመድ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም የጠንቅቑ ነይሮም ይብላ ማለት እየን ከምኡ ውን ሓዲ ለذ ረዋ ሙስሊም ሓዲ ጅንዱብ ረ ላه ን እንታይ ኢሎም ነቢ ለ ሰላة ሰላም ቀብለ መውት ብምስ ሓሙሽተ መዓልቲ ክተርፎም ከሎ ነቢ ለ ላة ሰላም ቅድሞቶም ኣላ ኢሎም ወኢና መን ካነ ቀብለኩም كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد تم كدمي خمز نبورو النبي عليه الصلاة والسلام تم كدمي نبورو تم كي قبر زخونو رب سبات انتاي قبر نيروم يتخذو يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ني أنبياء ني صالحين مقابر كمسجد قبرو نيروم يعني عبادة قبرو نيروم ألا إلوم. تتنققوا بل النبي عليه الصلاة والسلام فلا تتخذوا القبور مساجد مقابر مسجد كي إني أنهاكم عن ذلك كابزي يخلق لكم على اللقو شوف كل النبي عليه الصلاة والسلام كابزي تكبارزي كل كيلو كموين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تايلوم إن من شرار الناس لهم. كابتي كفات نيدك سبات و كفات سبات زبهالو شرّ شرّ زلوم زبهالو ممن تدركهم الساعة يوم القيامة ساعة تركبهم إذ أتم شرار الناس يوم تم مؤمنين مؤمنين مسموتو تم طالحين مستروفو شيع قيامة تأكل إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد لهم إذ رواية أحمد زلو بسند جي سحاهو ابن خزيمة يوم القيامة تركوا سبات تم شرنيات زخونو كم قبور مساجد زقبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كابزين تاينان نرد زيارة القبور ومشروعيو للإتعاذ والاعتبار كم للاستغفار انتدى خونو ونسأل الله عز وجل بمن هو كرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد